اعلن حزب الله انه اطلق رشقه صاروخيه باتجاه قاعده للاستخبارات العسكريه الاسرائيليه قرب تل ابيب ردا على الاعتداءات والمجازر التي ترتكبها بحق لبنان وقطاع غزه وأوضح الحزب أنه قصف قاعدة غليوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب كما أعلن عن سلسلة عمليات قصف لمدن وبلدات في وسط وشمال إسرائيل من بينها مدينة حيفا ووسط منطقة تل أبيب فضلا عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بعدد من المناطق في المقابل أكد جيش الاحتلال أنه أسقط صاروخين قادمين من لبنان تسبب في انطلاق صفرات الإنذار في تل أبيب كما أعلن الاحتلال أنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من ناحية الشرق مستهدفتين مستهدفة ميناء على البحر الأحمر